مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. في الفيديو الماضي حكينا عن سلبيات كندا، وكانوا كتير ناس انصدموا انه كيف بتحكي عن كندا هيك. طبعا في كتير فيديوهات عندي انا بحكي عن مزايا كندا، في كتير حسنات في كندا، والحديث عن السلبيات وصعوبات العيش في كندا قد يصدم كثير من الناس، لأنه كثير ناس ماخدين عن موضوع كندا إنها الدولة المثالية. فيش في العالم يا جماعة دولة مثالية، في كل مكان في العالم في سلبيات وإيجابيات. اليوم بدنا نحكي عن السلبيات بس عشان نفهم العالم شو اللي عم بيصير، وين رايحين، وين جايين، عشان ما يتفاجئوا لما يجوا. ففي ناس مشكورين كتير ضافوا لي بعض السلبيات، وأنا جمعت بعض السلبيات الأخرى وعملنا هذا الفيديو رقم 2. خليكم معنا. طبعا زي ما حكينا أنه عشان ما نكون مبالغين في موضوع كندا، كندا من الدول الجميلة جدا، سواء بالطبيعة ما عدا فصل الشتاء زي ما انتم شايفين، نقاوه الجو، الناس طيبه، التعايش بين الثقافات كتير رائع، التعليم الجيد، الرعايه الصحيه الكويسه اذا وصلت لها، طبعا المواصلات المنظمه بشكل او باخر، كل هاي مظاهر حياة جيدة. لكن لسه في شوية مشاكل، وبدنا نحكي اليوم عن 10 سلبيات موجودة في كندا. السلبية الأولى في فيديو اليوم اللي هو فيديو رقم 2 في السلبيات، اللي هو معادلة الشهادات. معادلة الشهادات من أصعب الشغلات اللي بتواجه القادمين الجدد، وخاصة أصحاب الشهادات العليا مثل الأطباء، المهندسين، النيرسز أو التمريض، الصيدلة، هدول كتير بيعانوا في مشاكل. طبعا في طرق للمعادلة لكن مشوارها طويل ومكلف شوية، ففي ناس كتير give up، وفي كتير إحصائيات بتحكي انه في حوالي 50,000 سائق تاكسي من حملة شهادة الدكتوراه في موجودين في كندا. طبعا هاي مشكلة، وبالتالي هدول الأشخاص ما بيمكنهم يشتغلوا في مجالاتهم بسبب هاي الشروط. المشكلة رقم 2 اللي هي إيجاد فرص عمل. إيجاد فرص عمل في كندا شوية بسيطة، فعشان هيك كتير من القادمين الجدد بيستصعبوا إيجاد فرص عمل. من هذه المشاكل اللي بواجهوها اللي حكينا Canadian Experience، كتير ناس بتحكي لك بقول لك شو Canadian Experience يا جماعة، لكن فعليا إيجاد فرص عمل شوية صعب، خاصة في المدن الصغيرة مش الكبيرة. الأعمال مش سهلة انك تجد فرص عمل. او السلبية الثالثة اللي هي غلاء السكن والمعيشة. غلاء المعيشة بشكل عام حنحكي عنه في فيديو مستقل، لانه الارقام هاي مهمة كتير لناس عشان يعرفوا قديش بتكلف المعيشة في كندا. بس غلاء السكن اشي صار كتير. عادة اللي مفروض يكون انك انت بتدفع من راتبك فقط الثلث للسكن، للأسف الآن عم ندفع أكثر من الثلث. في النسب اللي بندفعها حوالي، المشكلة في الضرائب. هلا هنحكي عن شغلة الضرائب. إذا أنت مثلا دراستي، إذا أنت مثلا ضرائبك أو أنت بوصلك $5,000 بالشهر، اللي فعليا بوصلك على البنك حوالي 3,600، بتدفع مثلا هلا أجار البيت حوالي 2,000، في مدينة أوتوا بحكي، في مدينة فانكوفر وتورنتو ومساساغا، وهذه الأسعار لسه أغلى بكثير. فعشان هيك أنت لما بتحكي أنك عم تدفع أكثر من ثلثين راتبك بس للأجار، هذا مكلف جدا. طبعا أسعار البيوت جنونية صارت في بعض المدن، حتى في عنا في مدينة أوتوا عم ترتفع الأسعار كثير. الأسعار مثلا قبل سنتين هون في أوتوا كان الأفريج 400، هلأ 550-600,000 دولار بتحكي. في تورونتو بتحكي عن $1,000,000-1.5 مليون. الأسعار كتير غالية للبيوت مقارنة كمان مع أمريكا اللي هي جنبنا يعني، وتقريبا نفس البيوت ونفس البناء ونفس هذا. لكن هذا الغلاء إشي صار مش طبيعي. رقم 4 اللي هو ارتفاع أسعار شراء المنازل. المنازل حكينا أسعارها عم تغلى كتير كتير كتير، مش بس الأجار، والشراء صار أغلى بكتير.
بدنا نحكي عن خمسة اللي هي البيروقراطية في النظام. النظام اللي موجود في كندا نظام يعني بحكي انه احيانا ماخذينه من البريطانيين. في شويه بيروقراطيه في النظام، يعني بتروح بت على مؤسسه او مكان او بتحكي مع ناس بقول لك هذا القانون خلص وي كان تشينج ات. يا عمي خلينا نفكر بطريقه او باخرى، مثلا بدهم يبنوا جسر لازم يعملوا يجيبوا شركه كونسلتيشن، بيعملوا شركه كونسلتيشن بتقعد لها سنه، بعد بدفع عليها مش عارف كم مليون، بعدين بروحوا بيجيبوا الشركات الكونستراكشن، تيجي شركه البناء بتبني نصه بتعمل. يعني في ثغرات في القوانين والبيروقراطيه، هاي مشاكل كتير موجوده اللي هو اللي يحميها النظام، يعني بطريقه انه يحميها النظام. وهاي خاصه الاجانب بشعر انها ايش عن ايش بتحكين. النقطة السادسة اللي هي غلاء التعليم الجامعي. غلاء التعليم الجامعي صار فاحش جدا. في ناس طبعا التعليم بحكي الجامعي، التعليم الابتدائي والثانوي او المتوسط والثانوي مجاني تقريبا في كندا، بس التعليم الجامعي بتدفع عليه. هلا بيختلف الدفع من مقاطعة لمقاطعة، مثلا مقاطعة انتاريو تعتبر غالي جدا، مقاطعة كيبيك من ارخص المقاطعات في التعليم الجامعي. عشان هيك الطلاب بياخذوا قرض. هلا الطالب بياخذ قرض وبصير سده اول ما يخلص الجامعه، مش اول ما يشتغل، اول ما يخلص الجامعه. للاسف في طلاب بكون قرضهم حوالي 60 و70 ألف، بيقعدوا 10 سنوات يسدوا في القرض او 15 سنه. طب هذه 10 سنوات 15 سنه بس بيسد في القرض، مش قادر يشتري بيت، مش قادر يسوي شيء. النقطة اللي بعدها والسابعة اللي هي موضوع الفيدرالية. طبعا موضوع الفيدرالية او الاتحاد شيء جميل جدا، لكن للأسف القوانين اللي موجودة هون بتشعر انك انت بتحكي مش معقول. يعني هل هذه في قوانين زي هيك؟ يعني قبل فترة صارت عندنا حرب تجارية بين مقاطعتين اللي هي بريتش كولومبيا وألبرتا بسبب موضوع بناء خط الأنابيب. مقاطعة ألبرتا لأنها منتجة للنفط بدها تبني خط الأنابيب مقاطعة من خلال مقاطعة بريتش كولومبيا. مقاطعة بريتش كولومبيا قالت لهم لا هذا مضر للبيئة ومش عارف ايه، صارت حرب تجارية بينهم لدرجة مش طبيعية. يعني هدول أوقفوا عن هدول البترول وهدول وداخل الفيدرالية. للعلم مثلا من أحد الأمثلة والقوانين اللي ما حد فاهمها إنه أنت بتقدر تشتري كحول من أي دولة في العالم وتدخلها على كندا، لكن قانونيا ممنوع تشتري كحول من مقاطعة لمقاطعة ثانية. يعني تنقل الكحول من مقاطعة لمقاطعة والدخان يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وصارت حالات انه وقفوهم على الـ على الـ على الحدود واكتشفوا انه معهم كحول جايبينهم من منطقة ثانية، والناس ما بتعرف في شغلات زي هيك. فهي كل مقاطعة هون لها قوانينها ولها انظمتها. يعني حتى احيانا بتروح مثلا بحكي لكم مثال ثاني، انه في مقاطعة انتاريو تحط العجلات تبعون السيارة او التيارات او الاطارات تبعت السيارة الشتوية، مش اجباري، اختياري، مفضل طبعا بالشتاء لانه بخففوا من لازم. لكن في مقاطعة كيبيك اجباري من الان اعتقد غير القانون من 1/12 الى 15 مارس، من 1 ديسمبر ل 15 مارس. فاذا انت معك سيارة من مقاطعة أنتاريو واللاينس استباها مقاطعة أنتاريو وصلت مقاطعة كيبيك ووقفك الشرطي ووجد أنه ما عندك الإطارات الشتوية بخالفك مخالفة، مع أنه مش مجبر أنت في مقاطعتك، بس لأنك مريت في هاي المقاطعة لازم تركب إطارات شتوية. فهاي من الشغلات اللي غريبة. طبعا النقطة الثامنة الضرائب. الضرائب مرتفعة كثير 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 كثير. في نوعين من الضرائب، ضريبة المبيعات وضريبة الدخل. ضريبة المبيعات تختلف من مقاطعة لمقاطعة تقريبا من 13-15%، يعني هذا المتوسط. الضريبة الدخل عالية كتير، نحن بندفع هون أكثر من أمريكا وأكثر من دول ثانية. يعني رحت بعض الدول الأوروبية مثلا بدفع 16% خلص مقطوعة، إحنا هون لا بتوصل ل 30-40% حسب دخلك. طبعا ضريبة الدخل كتير عالية جدا تعتبر. عشان هيك إحنا بنحكي إنه في عنا شغلات برضو بريفليجز، مثلا الصحة مجانية والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي مجاني، لكن بشكل عام التعليم الضرائب عالية عالية عالية.
الآن النقطة اللي بعدها، كندا دولة كبيرة، دولة يعني مساحتها كبيرة، طبعا مش هي الدولة الوحيدة اللي مساحتها كبيرة، فهي المشكلة قد تكون في مدن، في دول ثانية. بس إذا إلا أنت مثلا لك أخ أو أخ أو أخت في مدينة فانكوفر وأنت ساكن في منطقة أوتوا أو في مونتريال، أنت بتحكي عن 4000 كيلو تقريبا، يعني بدك يومين سواقة عشان توصل، بدك بالطيارة أبو 4 5 ساعات مينيموم عشان توصل. يعني في ناس فعلا ما بيشوفوا بعض هم في كندا لأنه المسافات هاي الشاسعة، فتعتبر يعني حسنة وسيئة إذا لك أهل أو أخوة أو أصدقاء أو عمومة أو أبناء عمومة، الأفضل أنك تسكن حواليهم إذا حابب أنك تشوفهم. النقطة العاشرة والأخيرة زي ما حكينا اللي هي عدم توفر فرص العمل. عدم توفر فرص العمل بشكل عام حكينا عنها في النقطة أعتقد الثالثة، لكن عدم توفر الفرص في بداية دخول كندا، يعني في ناس بتلاقي شغل أو بتبدأ ببزنس بعد سنة سنة ونص سنتين، لكن خلال هذه المرحلة اللي هي أول سنة للأسف بتؤدي إلى انعزال الشخص، بتؤدي إلى مشكلة الديبريشن أو الإحباط، بتؤدي إلى مشاكل نفسية، بتؤدي إلى مشاكل عائلية، بتكلف الشخص مبالغ لأنه طبعا بده يصرف من فلوسه. وبعدين إذا راح على شغلة بسموها الويلفير عندنا أو السوشيال أسيستنت اللي هي بتدفع الحكومة وبتساعد فيه، هذه المبالغ طبعا بتكون من خزينة الدولة فبتأثر على الدولة. ففعليا يعني أنا من الناس اللي بحبذ إنه جميع القادمين الجدد لو بدخلوهم بدورات تدريبية أو كوآب أو إشي لو مدفوع بشكل مبسط راح يسهل كتير وراح يخفف على خزينة الدولة طبعا موضوع الويلفير. هاي 10 نقاط حبيت أشارككم فيها من السلبيات في الفيديو الثاني. إن شاء الله راح نحكي معظم الحكي راح يكون على الإيجابيات، لكن حبيت أفهم الناس اللي جاي. وأجين هذا مش عشان أحبط أحد أو عشان أخفف من عزم أحد بالقدوم إلى كندا، لكن عشان نعطي الصورة الواضحة. كندا بدولة رائعة وإحنا كنا بنحبها، وعشان هيك احنا موجودين هون. يمكن هذا سؤال راح يسأله الناس، طب انت ليش قاعد غاد؟ لكن اللي حابب يجي واللي حيعمل الديسيجن هذا يكون فاهم وين رايح وين جاي، وهاي فرصة انه نوصل هذه الرسالة لهم. وان شاء الله رب العالمين يكتب لكم الافضل والاحسن سواء في كندا او في اي مكان.